هل يجوز إطعام 10 مساكين بمبلغ من المال في حالة كفارة اليمين؟ وما مقدار ذلك؟ وهل يجوز إعطاؤها أسرة واحدة مكونة من 10 أشخاص؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كفارة اليمين قد ذكر الله تعالى بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. بين في هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين تتكون من خصال 3 مخير بينها، وواحدة مرتبة. أما 3 المخيرة فهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة. وأما المرتبة فهي الصيام. إذا لم يجد واحدة من هذه الأمور 3، الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإنه يصوم 3 أيام. والإطعام يكون بإعطاء 10 مساكين، يعني فقراء، إعطائهم كل شخص منهم نصف صاع من الطعام، ومقداره بالكيلو، كيلو ونصف تقريبا، من الطعام الذي يؤكل عادة في البلد. والكسوة يكون لكل مسكين ثوب على حسب عرف البلد، إما ثوب قميص وإما إزار ورداء حسب عادة البلد. والعتق يكون بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. وأما دفع الدراهم بدلا من الكسوة أو بدلا من الإطعام أو بدلا من العتق، دفع الدراهم وإعطاها 10 مساكين، هذا لا يجزي، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالإطعام أو الكسوة أو العتق. العدول عن ذلك بدفع الدراهم مخالفة للنص، ومخالفة النص لا تجوز. وأما إذا كان 10 كلهم في بيت واحد فلا بأس أن يدفعها إليهم، لأن المقصود إطعام 10 مساكين، سواء كانوا متفرقين أو كانوا مجتمعين في بيت واحد.